أقيم تحت رعاية الفريق أول ركن سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة رئيس الحرس الوطني حفل ختام بطولة الحرس الوطني أو رئيس الحرس الوطني لسباق الماراثون العسكري ومسابقة الرماية بالبنادق والمسدس بحضور معالي اللواء الركن الشيخ عبد العزيز بن سعود آل خليفة مدير أركان الحرس الوطني، وذلك في مجمع ميادين الرماية بمعسكر الصخير. ولدى وصول سمو رئيس الحرس الوطني إلى موقع الاحتفال يرافقه مدير أركان الحرس الوطني، كان في الاستقبال كبار ضباط الحرس الوطني من قادة الوحدات ورؤساء الشعب. وبدأت بطولة سمو رئيس الحرس الوطني بسباق الماراثون العسكري لوحدات الحرس الوطني لمسافة 42 كيلومترا في الساعة 7:30 صباحا انطلاقا من البوابة الرئيسة لمعسكر الصخير، مرورا بدوار العوالي ثم منطقة حفيرة وشارع الملك حمد وشارع العمر، وانتهاءا أمام المنصة الرئيسة لمجمع ميادين الرماية، ليكون فريق وحدة العمليات الخاصة أول الفرق التي تقطع مسافة الماراثون، تلاه فريق كتيبة الحرس الوطني التاسعة. وتتمثل بطولة الماراثون العسكري في تتابع الفريق الواحد المكون من 21 فردا في قطع المسافة الإجمالية حاملا معداته العسكرية، وذلك بمعدل كيلومترين لكل فرد. كما شاركت كافة وحدات الحرس الوطني في تصفيات مسابقة الرماية بالبندقية والمسدس والتي أقيمت على مدى يومين، وتأهل منها 4 فرق للتصفيات النهائية التي اختتمت اليوم، وتحدد على إثرها المركز الأول لوحدة العمليات الخاصة والثاني لوحدة الإسناد الإداري. وفي الختام تفضل سمو رئيس الحرس الوطني بتسليم كؤوس البطولة والميداليات للمركزين الأول والثاني، منوها سموه بالدور الواسع الذي توليه رئاسة الحرس الوطني للرياضة وأهمية الحفاظ على تنظيم مثل هذه البطولات والمسابقات لرفع مستوى التنافسية واللياقة البدنية، وبما يسهم في تعزيز مستوى العمل الجماعي بين منسوبي الحرس الوطني.